بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا. طبعا نحن سعداء بوصول أول شحنة للقاح فايزر للسلطنة يوم الخميس أي قبل ثلاثة أيام، وتدشين هذه الحملة الوطنية للتطعيم اليوم. هناك لجنة فنية معنية باللقاحات شكلت برئاسة سعادة وكيل الوزارة للشؤون الصحية وإشراك أيضا القطاعات الصحية الأخرى، ولله الحمد منظومة التطعيمات في السلطنة اللقاح نشوف بها على المستوى العالمي انها من يعني المنظومات العالية الجودة. وفي عام 2016 تم تقييم 127 دولة على المستوى العالمي من قبل منظمة الصحة العالمية حول إدارة التطعيمات، وكانت السلطنة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ودعم حكمة مولانا حفظه الله الأولى عالميا. منذ بداء هذه الجائحة والسلطنة طبعا ممثلة في القطاع الصحي متابعة لكافة ما هو جديد ومستجد حول المرض وحول طرق تشخيصه وعلاجه وأيضا اللقاحات. وأحب أن أؤكد للجميع أن جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان حفظه الله ورعاه أيضا متابعة حقيقة لكل ما هو متعلق بهذه الجائحة وداعم للقطاع الصحي طبعا، ولكن للحملات التوعوية والعلاجية لهذا المرض. وكانت منه مساهمة سخية أيضا حفظه الله ورعاه فيما يتعلق بغير الصندوق، فيما يتعلق حتى بالتطعيمات، لأنه يعني الكل يعرف أن هذه التطعيمات تقنية جديدة ومكلفة جدا. ما أحب أن أؤكد للجميع أن السلطنة لم ولن تستخدم أي لقاح أو دواء أو تداخل طبي إلا بعد التأكد من تسجيله في بلد المنشأ أولا، مأمونيته ثانيا، الاطلاع على الدراسات العلمية والتجارب السريرية والتأكد أنها أجريت بالطرق المعتادة. العالم طبعا فيما يتعلق بتصنيع هذا اللقاح هذه سابقا لم تحصل من قبل، عادة تصنيع اللقاحات يأخذ بين 8 إلى 10 سنوات، ولكن أؤكد للجميع أن الفترة الزمنية المختصرة لم تختصر فيها الخطوات المعتادة، وإنما تكاتفت بجهود كافة الشركات والمؤسسات الصحية والتعليمية للوصول إلى ما وصلنا إليه الحمد لله وتوفيقه. مأمونية هذا اللقاح طبعا ثبتت من خلال تجارب سريرية، وتم استخدامه على المستوى العالمي إلى اليوم في أكثر من تقييم أكثر من 3 ملايين شخص. وكما سمع الجميع كانت هناك بعض الحالات القليلة جدا جدا أعراض جانبية خفيفة للناس اللي عندهم حساسية للمكونات التطعيم، ولكن مع ذلك ولله الحمد التطعيم آمن. السلطنة لدينا خطة لتطعيم 60% من كافة المقيمين على هذه الأرض الطيبة، المواطنين والمقيمين، ووضع الضوابط وأولويات كبقية الدول. لا يمكن تطعيم كافة المواطنين والمقيمين، ولكن وضعت أولويات على أن تكون الأولوية القصوى اللي منهم في خط الدفاع الأول واللي منهم أكثر عرضة لمخاطر هذا المرض، المتقدمين في العمر من لديهم أمراض مزمنة كأمراض الفشل الكلوي كأمراض الصدر المزمنة. ولكن أحب أن أطمئن الجميع أننا بانتظار شحنات إضافية، وسيستمر توالي هذه الشحنات سواء من هذه الشركة أو الشركات الأخرى خلال العام المقبل، ونأمل أن نصل إلى الهدف بمنتصف العام المقبل بإذن الله. هذا طبعا يعتمد على مدى إمكانية الشركات في التصنيع. لابد أيضا أن نذكر ونذكر أن سلطنة عمان انضمت إلى التحالف الدولي للقاحات، والهدف النبيل الذي من أجله أسس هذا التحالف وهو العدالة في توزيع اللقاحات. السلطنة تؤمن به إيمانا كاملا. لابد من إعطاء اللقاح لبعض الأشخاص في كل الدول، وليس احتكارا على دولة بسبب مصادرها المالية أو أسباب أخرى. أن نطعم الجميع ممن هم مستوفين للشروط في أي دولة الوباء سيستمر ولا يعرف لا حدود ولا يحتاج لتأشيرات. لذلك أحب أن أؤكد دعم السلطنة للتحالف الدولي، أحب أن أؤكد أن لدينا تواصل مع عدة شركات حول اللقاحات، أؤكد أننا لن نحضر أي دواء أو مستحضر للسلطنة إلا بعد الثبات أمنيتي وفعل جهدي. إذا نشكر معلم